السعودية يعني بهذا الشكل، لماذا تتورط في أن تقدم بين معقفين مساعد الاحتلال الإسرائيلي؟ أنا عندما اطلعت على ما سربته 13 العبرية قلت أعطيت لهذا الخبر عنوان سكان الكيان يتناولون الفاكهة والخضار طازجة قادمة من صحراء السعودية، بينما الشعب الفلسطيني في غزة يتضور جوعا وعطشا، جوع بمعنى الكلمة. عندما قال 650 ألف من أهالي قطاع غزة في الشمال يعني يموتون جوعا، هناك تقارير تحدث عن أطفال ماتوا لسوء التغذية. يعني عندما نقول يموتون جوعا فعلا هي كلمة يعني توصف المشهد بدقة، وهو ما تحذر منه وكالات الأمم المتحدة، تحذر حرفيا من مجاعة في ممكن أن تحصل في غزة، خصوصا بعد أن قلصت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها 14 دولة دعمها للأونروا. بنهاية الشهر الجاري تقول الأونروا أنها لن تكون قادرة على تقديم المساعدات ما لم يتم استئناف تمويلها. فإذا المشهد يعني مشهد مؤلم، مشهد لا يمكن وصفه ولا مقارنته. قبل قليل كنا نشاهد على الشاشة المرأة التي تتحدث عن طفلتها المصابة وعن الطعام الذي تطبخه على الحطب. هذا كان صورة في معبر فيلادلفيا. فيلادلفيا. لا. محور فيلادلفيا. لا تتجاوز هذه المرأة عن المساعدات الأطنان التي مكدسة في الجانب المصري سوى بضع كيلومترات. وحتى أقل يعني على مرمى حجر يعني. ملايين الأطنان مكدسة. لا يدخل منها شيء إلا بضوء أخضر من الكيان. فيما هو يأكل الخضروات والفاكهة طازجة قادمة من محور التطبيع. وحقيقة هذا محور التطبيع هو المحور الخاسر من هذه المعركة، ولهذا الأنباء تتحدث عن أن هذا المحور بين مصر ودولة الاحتلال سيتم تزويده بجدار تحت الأرض فيه مجسات تموله دولة عربية. طبعا هم لم يذكروا الدولة العربية، لكن أنا أقول لك من هنا الإمارات، طبعا هي الإمارات التي ستموت. هذا المحور هو الخاسر الأكبر، الخاسر فيما تحدثت به عنه الولايات المتحدة في الخسارة الاستراتيجية. الخسارة الاستراتيجية الأولى للكيان هو هذه الخسارة، عندما ستنتهي الحرب عاجلا أم آجلا، ثم ستفتح الحدود ستدخل الميديا العالمية إلى غزة، وستنقل الصورة الحقيقية خصوصا من نشطاء السوشيال ميديا، ستنقل للعالم الصورة الحقيقية. وستكون الخسارة الاستراتيجية لهذه الدولة التي سوقت على نفسها أنها متحضرة وأنهم شعب عانى من الهولوكوست وجيء قيمة لهم دولة، ستتغير الصورة بالغرب. المحور الخسارة الاستراتيجي الثاني هو ما سيحدث في محور المقاومة. نحن تحدثنا قبل قليل، قلنا أنه مستوى التفاعل مع محور المقاومة لم يكن بمستوى طموح المقاومة ولا بمستوى طموحنا نحن كشعوب، جاء متواضعا. لكن في الحقيقة أنه هذا التواضع في التفاعل والرد جاء ليتوج مرحلة سبقت 7 أكتوبر. هذه المعلومات من داخل المقاومة. قبل 7 أكتوبر كان هناك جلسات وحوارات بين محور المقاومة على وحدة الساحات، لكن هذا الحوار لم يصل إلى مرحلة النضج. كانت هناك حوارات وحديث عن اتفاقات مبدئية على وحدة الساحات، لكن جاء 7 أكتوبر مفاجئة للجميع، حتى مفاجئة لمحور المقاومة نفسه، كما تحدثت حماس وكما والمقاومة وكما تحدث الطرف الآخر أيضا، كلهم تحدثوا عن أنه كان مفاجئ. فأنت أعددت لمعركة، بقيت سنة أو سنتين تعد لمعركة. ليس من المنطق أن أقول لك في ساعة وساعتين أو يوم يوم أدخل معي كاملا. لكن بعد 7 أكتوبر وحدثت حوارات بين المقاومة وبين حزب الله في بيروت، تم الاتفاق على تنضيج موضوع وحدة الساحات. هذه الخسارة الاستراتيجية الثانية، يعني ما حققته المقاومة في 7 أكتوبر سيذهب إلى مرحلة الدراسة والمراجعة من محور المقاومة، وبالتالي ستدخل
في السنوات المقبلة هذه المقاومة ستدخل بوحدة رؤية في أي مشروع مقاوم جديد، وهذا ما يرعب الغرب. يعني اليوم عندما نقول لو راجعنا كل الحروب التي شنت على غزة، دائما هناك مطالبة بوقف إطلاق النار، لكن هذه الحرب الوحيدة التي تقف فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا التي خرجت فيها المليونيات تقف فيها، تقول لا لا, لا لا نريد وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار سيكون لصالح حماس. هم يعرفون أن وقف إطلاق النار وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في 7 أكتوبر، يعني أن هذا المحور جولة سيدرس وسيهيئ لجولة جديدة.